انتي سارق ما تحشمش، وانا كبيرة عليك كما البرج. يمكن انتي وزف، اما انا راني القرش. السكينة مش نبالحة، هذا كش مازال مش نجبري باش نتعلم من لكريم وبيانيل. ننظف للعبيد في مسمحها، ما نقولش كلمة تعبت خاطر ما فماش شكون يسمحها. أحلى ناس وأحلى شيخة وأحلى غرام، نعدي ليلي نلوج على الفكرة باش يجي غيري يهزها بلاش. ميسالش الكل عند ربي مقيد، ميسالش خلي المغرمة تشيخ وتتمتع. واليوم جيتكم بالدواء ومصلي عني بيتربح، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ونقول بابا اخويا توا مازلت كي جيت درنسابي يا باهين، انتي فين ونحب فين؟ برشا كانوا منا وتو نسيناهم عدنا سنين، اصلنا باهي اما هما ديما بينا لاهين. ناس محتارة لمراض تكفر متاعك، باش نقول كان حاجة بحدة، ربي عافي كباشنا الكل. وذاك علاش اخترنا الجمعة هذه باش كل يوم نهبط لكم دواء يحكي على كباش. الجمعة هذه 7 أيام كل يوم حلقة، كل حلقة نعطيك نوعية متاع دواء ومحلانا ومحلى لمتنا. وقبل ما نبدأ نحكي كل واحد يكتب لي كومنتير يقول لي قديش عنده يتفرش فيا، ومحلى ناسي ومحلى مالية في كل حوم، مخلي اسمي مخلي بابا اخويا مخلي غرام زمان مخلي توا مازلت كي جيت مخلي درنسيب يا باهين. عملت اللمة عملت الحب عملت العشق، نخدم مع لا باليش، عندي ناسي ما نحسبهاش معاهم، نكتب مع لا باليش، عندي خواتي ما نلوش معاهم، نبدع مع لا باليش ما يهمنيش. خاطر هذيك الدنيا ما تسهلنيش، علاش ما تسهلنيش كيفاش من غير ما تحشم روحك وتقول لي علاش البغلة ما تظنيش. بابا اخويا جيكم بالدواء، رينا يا ناس كبش في المربط ما يحبش ياكل الشعير، زعم علاش زعم كيفاش؟ المغروم احتار والبابا اخويا كتب كومنتير وقال، قال له يا بابا اخويا كبشي ما يحبش يعرف شنية نعمل له. نجول الحكاية من اللول، وعمرك شريت انسان ما يحبش ياكل؟ يا رسول الله عمرك شريت حيوان ما يحبش ياكل؟ حيوان تمدله الطعام ما ياكلش، حيوان تمدله يعرف ما يعرفش، علاش او علاش يا غالي؟ المغروب من اول الدنيا يحب الهيشة متاعو، يحب يدللها، وساعات الوردة كتكثر لها من الماء تموت. ساعات نحن نضر كباشنا وحدنا. الكبش راهي معته ماهيش كبيره برشا وماهيش صغيره برشا، لازمته كونتيتي متاع الفا معينه ولازمته وقت يعلف فيه معين. احنا المغروم كي ياخو كبشو يحب يردو سبايدر مان، يحب يردو فيل مش كبش، يشد يدخل عليه بالعلفة، يعلف بلاش وقت، يعلف بلاش ميزان. كبش تعلف 4 مرات في النهار، كل تصل علفة فيها 5 كيلو تحب الكبش معاش يحب يعلف. ما بيناتنا الكبش صارت له في المعدة اسم هالبلوك، كبش بشم بالعلفة، العلفة ما عادش عنده وين يحطها. كبيش على كبيش بقت 45 يوم ما عرفتش، عايشة على الماء والقرط وما صار لها شي، عندها كونتيتية متاع علفة أكثر من 60 كيلو في معدتها، ما عادش نجم تقبل كبيش، ما عادش نجم تقبل العلفة. من الاخر جبت لكم الدواء اخويا، ثم شكون يقول لي باشي من شلط له؟ لا دخلنا كبرت بينا المرحله، المره ذي دخلنا للمعده يا غالي، الشيء في المعده راه. كان باش تقول لي باشي من يقرو الدم، ايوا نسمعك الدم فيس تحسر وتنقر الدم يتفرهد الكبش، اما ذي بلوك في المعده الكبش ما عادش ينجم يدخل حتى شيء، بخلاف الماء والقرط ما عادش يقبل. هذي الكبش صار له بلوك، كان باش تشربوا الكوكا منفع على خاطر الحاله تطورت بيه، كان باش شلط له وذنيه منفع، كان باش تعملوا القارس منفع، كان باش تخدم منفع. من الاخر يا غالي تلزينا اخويا، الله غالب، الحاله تطورت، هبطنا للفارماسي، زوز ادويات واحدة قراتس والاخرى حراب باش يتحلوا في الماء، يشربهم الكبش بسم الله ما شاء الله 3 ايام. حاسبوني بالكومنتات اذا كبشك ما يعلفش، شربوا الدواء ذي لمدة 3 ايام. ورحمة الغالي الله يرحمها وينعمها، ورحمة الغالي الله يرحمها وينعمها، ما ترجع لي وتقول لي ارحم والديك. هذه اول حاجة تجربة جربها العبد لله. ثاني حاجة ناس كبار خويا في الغرام، خويا منهم نحب نقدم له تحية المعلم، الله لا يحرمني منه، كل ما نهز تليفون نقول له مستحق يقول لي تفضل على راسي علمني الغرام،
الدويات هاك هبطلكم تصورهم هاكم تفرجوا فيهم الدويات تو. الدويات هذه ما اخويا تمشي للفارماسي تهز التصويره تهز الفيديو تقول له اعطيني الدواء هذا والدواء هذا اسمهم ما نستحضرهم مش خاطر اساميهم مش شقعبه ما تعرف هما بالفرنسي مكسر انا بلدي ما تلومش عليا. الدويات هذه ما اخويا 3 ايام كبشك في صوره ماء مازلت ما عطيتوش الدويات هذيما ولا تسمع فيا اول مره نحكي في الموضوع هذايا. كبشك ما يحبش يعلف ما اول حاجه تنحيله العلف تنحيله العلف هذايا. الكبش بعد ما يستعمل الدويات هذيما لمده 3 ايام لو ماك الجمعه ما يعلفش ماء وقرد ودخله الدويات هذيما. فمشكون يقول لي الكوكاكولا الحل؟ شوف كان تحكي على الكوكاكولا كان تحكي على القارس كان تحكي على التشليطة ساعات الكبش يبدأ عنده بشمة قديمة يموت. ثم كبش يبدأ عنده بشمة قديمة ويحلت له في معدته يدخل عليها الكوكا ويدخل على القارس يموت يذر. الدويات هذو مزود يتكلف وزن 12,000-13 دينار ورحملي على والدي يتحلوا في الماء. أتو تقول لك مولات الفارماسي كيفاش تستعملهم؟ واحلى بابا اخويا والله ربي يعلم ربه نعطي من العظم اقسم بالله قاعد نعطي من العظم حاجات كيما كي والله يتقر والله انا ملوش بول عليها خلي الناس تشيخ اما ما تسرقنيش ما تزلش تعاود روحك عليا تعلم مني محليك الكل نتعلمه تعلم مني اما تعاود لي نعمل فيه دي ما يجيش اما اعمل لي ساعدك ما يسالش غرام زمان موجوده في كل في بلاصه صاحبي ما عاش نجم تطيحني تو يا غالي سي بون عملت سينياتير الروحي بصمة اخوي في التاريخ تنقشت انا في التاريخ تبصمت علاش بالقلب الباهي بالمحبة بالضمير والسبعة ايام هذي ما كل يوم فيديو الخمسة متاع العشية كل يوم فيديو ادويات مش نعطي ادويات البشمة ادويات الفولة ادويات الخدمة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. شدوه بابا اخوي روى غلطت شدوه بابا اخوي روى تخل زيزي ما تحكي ليش اخوي ربي يشفي كل مغروم يشفي له هايشته راو نعرف انسان كي يضر الهيشة متاعه والله 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 كان جيب له دواب مليار يجيب لك مليار والله انا نعرف مغروم كان يتضر في الهيشة متاعه اقسم بالله قسما عظما الا ما يحط ماله الكل اعطيه الهيشة تبرة جبت لك الدواء اخوي كبشك ما يعلفش صار له بلوكاج انت عارفه الكبش الله منه انا نعرفك بتحب تدله ما تحب تحرمه من شيء تحبه يعمل صحه في ساعه في ساعه وتحبه يعمل قرن في ساعه في ساعه وتحب تتفرج فيه اما قلتها قبل وعودتها توا اللي يزرب على خبز وياكله عجين اللي يزرب على خبز وياكله عجين بيني وبينك يا ربي راني والله كل انسان يسمع فيا راني خايف فيه الدين لا كذبت على انسان لا حاولت نسرق انسان. الدويات موجودين في الفيديو اللهم صلي على النبي سيسوا على رواحكم هنوني على كبيشكم نحب انا نهار من نهارات ندخل للبطحة نتفرج السلام عليكم نلقى كبش هذيك اخويا وصل بمعلومات بابا اخويا نحب نلقى كبيش ووصلهم كلام بابا اخويا في غرام زمان اعطيني ابونيفو اعطيني صلاة على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اعطيني اسم امك اعطيني اسم حومتك اعطيني اسم ولاد حومتك الكل محلانا ومحلى لمتنا صلي على النبي تربح ابونيفو واحلى خطيبتي بشماتها زياده.